ممثل باكستان في الشرق الأوسط، أهلا بك أيضا شيخ طاهر، ودعني أبدأ معك. هل من معلومات لديكم حول هكذا زيارة؟ وأيضا ما هو موقف باكستان من إسرائيل ومن التطبيع مع إسرائيل؟ شكرا أخي العزيز. أولا أنا أقول ليس أي واحد من باكستان أو من حكومة باكستانية أو من رجال السياسة أو من رجال الدين أو من رجال التجارة الذي راح إسرائيل في هذه الأيام، هذا كل كلام كذب وخدع مع الأمة المسلمة. باكستان لنا موقف واضح، وحكومة الباكستان وشعب الباكستان وجيش الباكستان موقفنا واضح، نحن لا نقبل إسرائيل ولا نعمل علاقات مع الإسرائيل إلا أول إخواننا الفلسطينيين هم ينجحون، ولما هم ينجحون ودولة فلسطينية هو حر والأقصى هو الحر، لما إن شاء الله يأتي هذا اليوم فنحن نفكر بالنسبة كيف نحن نعمل علاقات أو ما نعمل علاقات مع الإسرائيل. هذه كل الكلام الذي جاء في جريدة الإسرائيلية ما فيه شيء إلا الكذب والخدع، وهم يخدعون الأمة المسلمة. قبل أسبوعين هم كلم على زيارة نتنياهو على مملكة العربية السعودية، والآن هم يكلمون أخونا زلفي بخاري، هو سافر من لندن إلى تل أبيب ولقيد، هذا كله كذب وما فيه حقيقة. الحقيقة موقفة المملكة العربية السعودية وموقفة الباكستان، نعم، واحد، نحن لا نقبل ولا نعمل علاقات مع إسرائيل إلا لما يأتي يوم والحكومة فلسطينية ودولة فلسطينية يعني قائم ووجوده ظاهر، والأقصى والقدس والحر، فإن شاء الله يعني بعده نحن نفكر على هذا. أولا الذي قال أخونا عندي فكرة، عنده معلومات غلط. باكستان وبالنسبة استخبارات الباكستانية وحكومة باكستانية والشعب باكستان ما لنا أي علاقة مع الإسرائيل، ما لنا أي علاقة مع الإسرائيل، وهذه الأشياء الذي يأتي في الإعلام أو في الجرائد أو في كذا هذا فقط للخدع بين لأنهم يريدون التخريب بين بلاد الإسلامية وبين في قلوب المسلمين. مثل الذي قال قبل أسبوعين نتنياهو وزار مملكة العربية السعودية، ما ممكن نتنياهو يذهب إلى المملكة، ما ممكن. ملك سلمان الله يجزيه الخير حفظه الله تعالى، سيدي خادم الحرمين الشريفين، هو قائد الأمة، ومن لسانه نحن سمعنا وسمعت أول شيء هو قضية الفلسطين، وهكذا هم يريدون يلعب مع بلاد العرب وبلاد الإسلامية. فباكستان من الشوارع إلى الحكومة، رئيس الوزراء باكستان عمران خان في الاجتماعات الذي يعني شخصي والذي اجتماعات مع الوزراء، وقال كيف نحن نذهب أمام الله إن نحن نقبل هذه المجرم الكبير والقاتل لمظلومين إسرائيل. رأينا واضح يا أخي، باكستان الحمد لله نحن قوة نووية وعندنا جيش قوي ونحن بلد من بلاد الإسلامية قوية، ليس علينا خوف من الإسرائيل شيء، وليس نحن حاجة من الإسرائيل شيء، دماؤنا أموالنا أرواحنا مع أهل فلسطين الذي قدر استطاعتنا. وهكذا أنا أقول لكم وعارض في خدمتكم، ما ممكن وما نحن ننصر الذي لا ننصر منذ هذه السنتين باسم مملكة العربية السعودية وباسم أمير محمد بن سلمان حفظه الله تعالى، علاقات السعودية وإسرائيل، علاقات الباكستان وإسرائيل، هذا كل خداع وكل كذب الذي يعملون إعلام اليهود وإعلام الإسرائيلية وإعلام أعداء الإسلام ضد بلاد العرب وضد البلاد الإسلامية لكي
يعني يأتي خلاف بين بلاد الإسلامية. فالحمد لله نعم. مواقف واضح من باكستان كما أنا قلت، وهذا ليس فقط موقف لواحد مجلس أو لواحد حزب السياسي أو لواحد حزب الديني، لا، هذا موقف شعبي، هو في الحكومة، أي حزب في الحكومة أو أي حزب في حزب المعارض، نحن كلنا واحد نعم. على قضية فلسطين وعلى قضية الكشمير. نعم. وهذه قضايا، قضية الكشمير وقضية فلسطين، قضايا الأمة، ولما ممكن أي واحد يقول باسم الباكستان. أنا أسأل من فين زلفي بخاري بهذه الطريقة؟ أنا أسأل من إعلام الإسرائيلية بزلفي بخاري فين؟ اليوم قال أنا زار تل أبيب. اليوم في بعض الإعلام قال طاهر أشرفي زار تل أبيب. لعنة الله على الكاذبين يا إخوان. نعم. موقفنا واضح، نحن ما ممكن نقبل ولا نعمل علاقات مع هذا المجرم عندنا، أو دولة إرهابية هو إسرائيل. نعم. والحزب. شيخ طاهر، شيخ طاهر ابقى معنا. شيخ طاهر مهاجم. نعم. أنا عارف السنة الماضية في فبراير إسرائيل والحزب يريدون أن يهاجم على باكستان. نعم، لو سمحت ابقى معنا، سنعود إليك. الطائرات الباكستانية هجم على طائرات الهندية، ونحن ناجح في هذا كل أمور واضح. فعندي فكرة، التاريخ واضح منذ تأسيس الباكستان إلى هذا اليوم. نعم. وهو الواضح، ما لنا أي علاقة مع إسرائيل، ليس اليوم وليس أمس وليس إن شاء الله غدا. لما إن شاء الله إخواننا الفلسطينيين ناجح، فإن شاء الله وصلت الفكرة. أخي العزيز، هذه اللقاءات التي أنت قلتها، أنا في أحد مشرف، أنا مستشار معهم. هذا اللقاءات شخصية، يعني في الطريق الفندق أو كذا، هذا ليس لقاءات الحكومية أو شعبية أو رسمية.